مساء الخير أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من المطبخ الجزائري في رمضان. نقول لكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير، إن شاء الله هذو اليامات الأخرين ما تكونوا شعيتوا، روحوا حبة حبة إن شاء الله وفي ميزان الحسنات. اليوم اختاريت لكم طبق خفيف وسهل وحار شوية، اختاريت لكم طبق العجة بالمرقاس، إن شاء الله يعجبكم وتقعدوا معايا حتى الأخير الحصة. اما التحليه اللي اختاريتها لكم اليوم كيما مداري تشوفوا معايا، مره مقبله مره خبز مره بريوش. اليوم جبت لكم ان تشيز كيك ساهل خفيف وظريف، اذا بقاو معنا باش تشوفوا المقادير وطريقه تاع التحضير لنهار اليوم. هذا اول شيء نشعلو الفو، ونديرو المقله، يعني اليوم طيابنا راح يكون في المقله. كما قلت لكم حاجه خفيفه، اذا نديروا المقله تسخن او نغيرها، من الاحسن نديرها شويه كبيره باش نكون آلاز. ناخذ اون بلانش، نجيبوا الليموس الكبير. اذا اول شيء راح نديروا الزيت. إذا نهارات الاخرين السيدة تعاود تولي مع لو ميناج، لو نيتواياج تاع العيد، الحلوة تاع العيد، يعني ما كانش الوقت بزاف تخرج تشري الحوايج تقضي. إذا نقترح عليك اليوم أمامي خفيف تقدري تحضريه تاع تمدم وتكوني مهنية على فطورك. إذا أول شيء درنا الزيت، راح ندير البصل، قطعته رقيق ما حبيتش نقطعو جوانح باش نربح الوقت ويدبالي بالخف، يعني كان نتوما تقدروا تقطعوه اولامال، يعني جوانح كيما نديرو تشكتوكا. كيما نقولو دائما الطبخ هذا ابداع وذوق وكل واحد واش يحب يدير. ثاني شيء راح ناخذ الفلفل، تحبوا خضر تحبوا الاحمر، راح نقطعو بالطول لكن رقيق كذلك باش يدبال. ان شاء الله كان نكون ورضينا كامل الادواق، اللي يحب الدجاج اللي يحب اللحم اللي يحب المرقاز اللي يحب الحوت، ان شاء الله كل واحد شاف الوصفه تاعو معانا، يعني وجاز خفيف العام هذا. نقطع رقيق ونكملو نحكيو على باقي المكونات. نزيدها شوية زيت، إذا درنا البصل عفوا درنا البصل، درنا حبة تاع الطرشي، مازلت لنا زوج حبات تاع الطوماطيش يعني باش تجينا حمراء، كذلك ملعقة تاع الطوماطيش حنحلحلوها في شوية ماء، ومغرفة تاع الهريسة. العجة لازم تجي حارة، إذا ما كانتش هريسة نديرو واحد فلفل حار حمر ولا أخضر، وراح يكون فيها بطبيعة الحال المرقاز والثوم. عندنا كذلك معدنوس، وعندنا شوية حبات تاع البيض، وعندنا حبات تاع زريعة البسباس، يعني راح ندير هاد زريعة البسباس هي نورمالمون راح تكون أول شيء. يعني كي نديرو الزيت نديرو فيها يسخن هاد زريعة البسباس، لكن نقدروا نديروها كيما درت الان مع البصل والطرشي. هذيك زريعه البسباس راح تطلق لنا واحد النكهه، واحد الطيبه، واحد البنه، راح تزيد تبن لنا وتعزز لنا في نكهه هذاك المرقاز. اذا جربوها وما تندموش. نحاول نقص نزيد لها رشة. إذا أنا نقطع طوماطيش
لازم دائما ندخلوا الخضار كما دائما نقول لكم في الاطباق. ونهار نكونوا عيانين نديروا اطباق كما هذا، يعني تاع حاجه تاع 5 نختاروا فقط نوعيه مليحه تاع المركز، يعني نشريو كما يقولوا من مصدر موثوق، يعني حاجه نقيه وحاجه جديده. واللي عندها كما نقولوا التاويل، يعني تقدر دير المركز تاعها في البيت، شويه فيون داشي مع التوابل وليزيبيس، تشري المصران هذاك من عند البوشي يعني وتعمره وحدها، يعني حتى ولا ما عندهاش هذاك الروبو ولا لو بيتران اللي فيه هذاك اللمبوط اللي عمر، يعني تقدر هي باللمبوط اليدوي يعني السيده تخدم المركز تاعها وتربطه وتاكل حاجه نقيه، يعني تحب ديرو بالدجاج، تحب ديرو باللحم، تحب ديرو كيما تحب، لي زيبيس تاعها السيده كيما تحب، يعني وهي حضرت هذاك المركز في الدار. لكن طبعا السيدات يقول لك ما عندناش الوقت، اذا يحوسوا على مصدر كيما نقولوا حاجه نقيه سختو مع السخانه. لما حنزيد طماطيش ندير لها شويه ماء، ونكمل نقطع الحبه اللي ما زالت. نزلنا الثوم، يعني الثوم نديروه مباشرة بعد الطماطيش. نقليو برك مليح كما دائما نقول لكم. عندنا حنديرو الثوم، انا نحب الثوم، يعني انا دائما ندير كميه كبيره، لكن نتوما لما تحبوش ديروا سله او اثنين راح تكفي. اللي تحب بيان سور تجوزو في لاغاب، ديرو في لاغاب راح يكون اسهل. دقيقه برك الثوم ما نطولوش عليه باسكو كيما على بالكم يتحرق، اذا نقليوه دقيقه ونرميو لا طوماط والهريسه ونخليوها تكتك. كاين ناس يحبوا يقليوا المركز هو الاول، يعني يبداو يديروا الزيت يديروا هذيك حبه حلاوه، من بعد يحكموا المركز يقطعوه يقليوه هو الاول، ينحيوه يعاودوا يرجعوا المكونات الباقيه ويعاودوا يضيفوه اخر شيء. انا نقترح عليكم اليوم اني ندبل مليح الخضره هذيك، يعني هذيك الحبيبه تاع الفلفل، حبيبه تاع الطماطيش اللي درنا، والثوم، ونرميوه هو كاخر شيء، راح يطلق النكهه مليح مليح. لكن باش نقول لكم فقط انه المركز الطريقه الصحيحه تاعو تاع الطهي ما نقليوهش، يعني اذا قليناه راح يكون سبك ويكون ماشي مليح للصحه. الطريقه الصحيحه انه نغلو الماء
حتى تلحق درجه الغليان، يعني كاسرونه ولا قدره على حسب لا كونتيتي اللي عندنا، ونرميو فيها المرقاز يغلي حوالي 3 دقائق اون لو ديغراس، يعني راح نحيولو كامل الكميه تاع السبك اللي فيه باش نرفدوه ونطيبوه به في القدره تاعنا ولا في المقله ولا. يعني على هذه اللي قلت لكم لازم مرقاز يكون اون بون كاليتي، يعني ما يبيعه لكمش كامل الشحم ولو ديشي تاع واش عنده، لازم نختاروا نوعيه مليحه. نزيدو شويه ماء ندير لها لي زيبيس، مازال ما درنا لها والو. اذا راح نديرو شويه ملح، شويه فلفل الكحل، شويه عكري اللي يحب العكري حار، شويه كرويه، وشويه سكنجبير. اذا الملح، فلفل الكحل، والكمون. ندير انايا لا طوماط، هذه الهريسه اول شيء، اللي عندها الهريسه تاع الدار ما كاش احسن، الهريسه تاع الدار راح تعطيها بدنا. ندير مغرفه تاع لا طوماط، هنخليه يتقلى شويه، تتقلى هذيك الطوماطيش والهريسه. من بعد راح نزيد لها شويه ماء، كذلك نخليهم يدبالوا مليح باش نقطع باش نرمي المرقاز، يعني راح نقطعو دوكا باش نرميه اخر شيء بعد لي يطيب كلش. يعني راح نديرو حفر ونكسرو الحبات تاعنا تاع البيض ونقدموه كيما راه، تاكلوه بصحه ولهنا ان شاء الله. راح نقطعوه على 2 باش يعطينا يعني منظر شباب في لاسيات، يعني خير ملي نخليوه هكذاك طويل. اذا انا نكمل ندبل المقله ديالي، نستناها حتى تدبل مليح ونرمي عليها المرقاز، ونقول لكم ناخذ فاصل وبعد الفاصل نتلاقاو، ما تروحوش بعيد. عدنا اعزائي المشاهدين بعد الفاصل. انا كنت طفيت على العجه باش نكمل معكم البيض في اخر لحظه. اذا بعد اللي دبال لي هذاك البصل ودبالت الطوماطيش ودبال هذاك الفلفل، يعني ودرت هذيك لا كويار دو طوماط ونشفت لي هذيك لاصوص، اذا طفيت عليها والان عاود شعلت باش نكسروا عليها البيض مع بعض. اما التحليه فعندنا دي تشيز كيك، يعني خفاف وسهلين. شوفوا معنا مليح المقادير. إذن لهنا كقاعدة هي معروفة وحاجة سهلة، خديت كاطو تاع لي باكي ورحيته في الروبو
وزدت عليه الزبدة، يعني كما أنا هنا درت دو باكي صغار تاع لو بيسكوي بار، ودرت لهم زوج مغارف الزبدة طميتهم به، وزدت مغرفة تاع الحليب. تحبوا ما تحبوش تزيدوا الحليب يعني تخافوا يعجن لكم ولا، ديروا مغرفة تاع العسل وخليوها هكذاك مفركت. يعني المهم دير تلبسوا القاعدة تاعكم، تحبوا ديروا دي ميني ولا تحبوا ديروا واحد كبير. إذن لهنا نولي للعجة، نقصلها شوية، لنا حنديرو بلاصة لهذيك الحبة تاع البيض. ريحة المرقاز راهي الله الله عليها، شهيتكم بالجنة، دارت واحد الريحة. نزيدو حبة رابعة، دان شوية معدنوس، إذن هكذا حوالي زوج دقائق يعني تكون طابت، مش راح تشد الوقت بزاف، ونطفيو عليها ونواصلوا لي تشيز كيك اللي كنا نحضروا فيها. يعني هذاك الصفر ما راحش يطيب يعني 100%، يعني يقعد شويه يطيب الابيض مليح ونطفيو عليها. اذا نروحوا للتشيز كيك، يعني راح نبداو بالمقادير. المقادير عندي زوج علب تاع ياغورت ناتور ولا فاني، راح ندير لهم زوج صفار، ندير قطعه تاع جبن ابيض، وعندي لهنا شويه سكر حوالي زوج ولا ثلاث مغارف، وعندي مغرفه صغيره تاع المايزينا ومغرفه صغيره تاع لافاني، مع واحد زوج مغارف كبار تاع الحليب بودره. إذن لهنا يكفي طابت. نبداو نخلطو المكونات تاع لو تشيز كيك. إذن هذا ياغورت ناتور، هذا الجبن، الجبن مربعات، ديروا معاه السكر حوالي زوج مغارف، وندير زوج صفار. هذوك زوج صفار هما اللي راح يشدوا لي هذيك يعني العقده كي ندخلوا للفور، يعني هذا الصفار هو اللي راح يجمدها. حبيتو تزيدوا له كنكهه اضافيه تقدروا تزيدوا لو زيست دو سيترون ولا زيست دورانج. انا لهنا غير ريحه تاع لافاني اللي فيه الياغورت، يعني راه فيها الكفايه. لهنا مغرفه صغيره تاع لافاني، عفوا تاع مايزينا، يعني هاد المغرفه درتها بار ميزور دو بريكوسيون، يعني باش يجمد لي وما يقعدش مايح كي ندخلو يطيب. وعندي لافاني، وراح ندير زوج مغارف كبار معمرين تاع
لا بودغ تاع الحليب. كما راكم تشوفوا خليط ساهل، وكل واحد ان شاء الله يصيب الذوق تاعو معانا. اذا هنا بعد اللي فرشنا هذيك القاعده، راح نديروا هذا الخليط فوقها وندخلوه للفرن. بسم الله. يعني كما سبق وقلت لكم تقدروا ديروه في أمول كون كبير. الفوق تاعي راه مشعل على 160 درجة. إذن أنا نكمل نعمرهم وندخلهم للفرن ونزينهم ونتلاقاو في طاولة التقديم. فابقوا معنا ما تروحوش بعيد. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم معنا من جديد على طاولة التقديم. كما شفتوا معنا اليوم كانت عندنا العجة، درنا لها البيض في آخر الحصة، وكان معنا لي تشيز كيك اللي درناهم انديفيديوال. يعني نتمنى انه الاطباق تاعنا اليوم تكون عجبتكم ونالت رضاكم، واني كنت خفيفه عليكم وما ثقلتش عليكم، ونقول لكم انتظروني في حصه جديده ان شاء الله. تابعونا على سي بي سي بنا.